مادة التخمين المواصفات المفردات المنهج مالتها هي مثل ما تشوفون بالبداية، راح ناخذ مقدمة في التخمين هي اليوم، يعني الغرض من التخمين، فوائد التخمين، تقدير الكلفة الإنشائية، التخمين التقريبي والتخمين التفصيلي، هاي يعني كمقدمات عنها. وبعدين ناخذ كمية أعمال المباني والهندسة المدنية، تخمين أعمال بناء تحت مستوى مانع الرطوبة، وتخمين أعمال بناء فوق مستوى مانع الرطوبة، تخمين أعمال الإنهاءات الداخلية والخارجية للأبنية يعني اللبخ، وتبويب الأعمال وطريقة القياس، الوحدات المستخدمة في قياس الكميات، جداول الكميات وطرق حساب الكميات، وأمثلة تطبيقية على تخمين بنايات سكنية. بعدين راح ناخذ أعمال الترابية في مشاريع الهندسة المدنية، والطرق المستخدمة في أعمال حساب كميات الأعمال الترابية، وأعمال شبكات الصرف الصحي وكمياتها. بعدين راح ناخذ المواصفات الفنية لأعمال المباني، وتشمل تعريف المواصفات الفنية، الغرض من إعداد المواصفات الفنية، وظائف المواصفات الفنية، والعلاقة بين المواصفات والخرائط، والأنظمة المستخدمة في كتابة المواصفات، والمواصفات المصدرية، والأساليب والتكنولوجيا لكتابة المواصفات. وعندنا مثال أو أمثلة في إعداد المواصفات الفنية الخاصة ببناية متكاملة. المصادر عندنا يعني بالكتب المنهجية الخاصة بكم، التكست بوك هي التخمين المواصفات من تأليف مدحت فضيل فتح الله، والتخمين المواصفات الأعمال الإنشائية تأليف المهندس غانم عبد الرحمن، هاي موجودة عندكم بالمكتبة المجانية الخاصة بالقسم. فبالبداية راح ناخذ التخمين، شنو التخمين وشنو هي الفوائد التخمين. يعني انتم درستوا خلال فترة الدراسة مالتكم بالهندسة المدنية، بالنسبة للبناية شلون تعملون التصاميم الخاصة بها، تصاميم التسليح الخاصة بالسقوف والجسور والأعمدة والأساسات وإلى آخره. فإحنا عندنا البناية، إذا مهندس مدني يريد يشتغل في بناية لازم تكون عنده مخططات كاملة، مخططات المعمارية اللي تمثل البلان الخاص بالبناية، والمقاطع الخاصة بالبناية يعني سكشنات، خلينا نقول بالبناية من فوق لجوا، والأساسات وما شابهها. وبعدين عندنا مخططات الإنشائية اللي هي تشمل التسليح، تسليح السقف وتسليح الجسور والأعمدة والأساسات وغيرها، وأينما تطلب ذلك، يعني مثلا درج، مثلا أي قطعة فيها حديد تسليح، المهندس المدني يقوم أو الإنشائي يقوم بتصميمه. عندنا مخططات الصحية اللي تشمل أي علاقة بشغلة علاقة بشبكات المياه والصرف الصحي، يقوم بإعدادها مهندس الصحيات اللي هو أساس مهندس مدني. المهندس الميكانيكي يقوم بإعداد مخططات الدكتات التبريد ودكتات التبريد وأي شغلة ميكانيكية الخاصة بالبناية، والكهربائي مخططات الكهربائيات من إنارة وسويتشات والمين بورد، هذا على المهندس الكهربائي. فكلها مع بعضها تكون هي تسمى مستندات العمل ومستندات البناية، بالإضافة إلى المواصفات وجداول الكميات. جداول الكميات المهندس المدني أيضا يقوم بإعدادها، مهندس التخمين إنه يحسب البناية عندنا موجودة كمخططات بس، ككلفة وكتفاصيل الخاصة بالبناية ككميات يقوم بإعدادها مهندس التخمين، هذه الوظيفة مالته. فهي بالحقيقة هي تقدير للكميات المواد الإنشائية الخاصة بالبناية، يعني مثل الأساس إيش قد يحتاج ككمية يعني كحجم من الكونكريت، والكونكريت نفسه إيش قد يحتاج من كميات من الإسمنت والرمل والحصو وحديد التسليح، يعني بكل تفاصيلها يقوم بتفصيلها المهندس الخاص بالتخمين. ومو شرط تكون بنايات، ممكن تكون شوارع يعني طرق، ممكن تكون جسور، أي شغلة خاصة بالهندسة المدنية، قنوات مثلا مفتوحة يعني الخاصة بالأنهار، أو ممكن تكون قناة، أو تكون مثلا تعليات ترابية للبانكمنت، يعني كلها يحسبها المهندس التخمين. أيضا بعد كميات الحفر والدفن الخاصة بأعمال مثلا الطرق،
راح يسويها المهندس التخمين. بعد أن يحسب الكميات أيضا يبدي يقدر الأسعار الخاصة كل فقرة من الفقرات، فلازم يكون عنده إلمام بالتفاصيل الخاصة بهاي الفقرة، يعني مثلا ايش قد تحتاج عمال، وايش قد سعر كلفة العامل الواحد للعمل، وايش قد المدة اللي يحتاجها لتنفيذ هذا العمل، والمعدات الإنشائية اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة. يعني مثلا إذا صب كونكريت شنو يحتاج؟ ممكن يحتاج خباطة ميكانيكية تقوم بالعمل، والعمال ممكن ينقلون هاي المواد إلى مكان العمل، أو ممكن تكون خباطة مركزية، يعني مثلا تجيب الخبط إلى المكان بواسطة سيارات خاصة اللي هي تضخ الكونكريت، ضخ إلى المكانات الخاصة بالتنفيذ مثلا السقوف جسور، خاصة بالبنايات العالية اللي تكون صعب يعني مثلا إيصال الكونكريت إلها، فيختصرون العمل باستخدام هاي الطريقة. فهاي كلها كلفة، يعني حتى يعرف انه اذا بهاي الطريقة ايش قد تكلف، واذا بهاي الطريقة ايش قد راح تكلف طريقة الصب الاعتيادي او الصب واستخدام الخباطة المركزية. ومن عندها راح يقدر يقدر الاسعار، عنده مواد عنده معدات، وايضا العمال ينقسمون الى اقسام، يعني عمال ماهرين وغير ماهرين. العمال الغير ماهرين هاي خاص بعمال يعني ينقل المواد، يعني مثلا يحفر، بس العامل الماهر يعني هو الأسطى اللي يقوم بتنفيذ العمل، يعني هو اللي يبني مثلا، هذا يسميه عامل ماهر. طبعا هاي الكلفة ما تختلف عن العامل غير الماهر، يعني تكون شوية أغلى. زين، فيقدر من عندها ملم بالأسعار السائدة بالسوق من ناحية كلفة المواد، يعني يعرف مثلا سعر السمنت ايش قد، سعر الرمل، سعر الحصو في وقت تنفيذ العمل أو الوقت المتوقع لتنفيذ العمل، فيقدر يحدد كلفة كل فقرة من الفقرات، فبعدين يجي حسب كمية الفقرة وكلفة الفقرة، فيضرب الكمية في الكلفة تطلع كلفة الفقرة اللي الخاصة أو تحت الدراسة. يعني مثلا شنو عمل أساس، أعمدة، جسور، هاي كلها مثلا يحسبها بشكل مستقل بكمياتها وسعرها، يعني سعر المتر المكعب خلينا نقول الواحد، او اشياء تكون بالعدد، اشياء تكون بالمتر المربع، فيجي يضرب الكلفة في الكمية فتطلع سعر الفقرة، ويجمع اسعار الفقرات كلها، فبالنهاية راح تطلع عنده كلفة البناية ككل، يعني كلفة تنفيذ المشروع بالكامل. زين، فهذا العمل الخاص ب او كفكره يعني عن التخمين. اكو تخمين، اكو شغلات مثلا نقول تحسب الكلفه مالتها بشكل تقريبي، يعني نسميه التخمين التقريبي، واكو تخمين نسميه التخمين التفصيلي. هسه ولو شيء مبكر انه نحكي به. التقديري يعني يحسب كلفه البنايه الجديده على اساس كلفة الأسعار السائدة بالسوق، يعني كلفة بناية منشئة منفذة سابقا ومعروف كلفتها، يعني بناية بنت وعرفت الكلفة مالتها، وبالنتيجة عرف كلفة المتر المربع أو كلفة المتر المكعب أو كلفة محتوى الطابق اللي نسميه، هسه راح نجي لها بالتفصيل. فيجي بعدين يحسب كلفة البناية الجديدة على أساس كلفة بناية منشئة سابقا، يعني يقول هسه هاي البناية القديمة الميتين متر مربع كمساحة كلفت مثلا خلينا نقول 200 مليون، فيستنتج فرضا انه المتر المربع سعره 1,000,001، فيروح مثلا بناية جديدة المساحة مالتها 400، فيضرب في سعر المتر المربع على اساس البناية المنشأة سابقا، فيقول البناية الجديدة راح تكلف له بحدود 400 مليون، بدون دخول الى بالتفاصيل ايش قد طابوق، ايش قد رمل، ايش قد حصو الى اخره. يعني شلون بالرياضيات احنا نقول نسبة وتناسب، تتذكرون بالرياضيات النسبة والتناسب اذا كانت اكس، اذا كانت مثلا فد قيمة معينة بالاكس تقابلها قيمة معينة بالواي، زين، بعدين اذا قيمة معينة اخرى في مكان اخر بالاكس ايش قد تقابلها قيمه بالواي، هاي عمليه نسبه وتناسب هي بهالشكل. يعني
يعني واحد يتصور الشغله. طبعا النتيجة انه مرات يعني مثلا المخمن يعطي فكرة عن صاحب العمل عن كلفة البناية اللي يريد يعني ينفذوها، يعني يقول له بناية بهاي التفاصيل اللي انت تحكي بيها، بهاي المساحة، بهذا المكان، بهذا الارتفاع، يعني عدد الطوابق راح تكلفك بحدود هالقد. فبعدين هو صاحب العمل ممكن انه يتخذ القرار هل انه يروح بتنفيذ المشروع، يعني يشوف مناسب اليه، او يلغي الفكره، او يبدل اشياء معينه، فيعطي فكره اوليه عن كلفه هذه البنايه. فهاي فائده مهندس التخمين. ممكن يكون الشخص اللي يريد ينفذ المشروع مستثمر، فانت بتعطيه فكره اوليه عن كلفه المشروع اللي ينفذه، خلينا نقول مقدما هذا بالشكل التقديري. فهل يروح بتنفيذ هذا المشروع، او يشوف مثلا ما عنده امكانيه تنفيذ هذا المشروع، يغير باشياء معينه في البنايه نفسها، مثلا يقلل عدد الطوابق، او يغير مثلا الانهاءات ويقلل من كلفه البنايه، او يشوفها مثلا مفيده له ويروح بتنفيذ هذا العمل، او يكون مثلا صاحب العمل او يسميه رب العمل مثلا جهه حكوميه، مثلا خلينا نقول محافظة البصرة. المحافظة عندها شعبة العقود الحكومية اللي هي تحيل المشاريع، فتجي مثلا خلينا نقول بناية مدرسة أو أي شيء له علاقة بالأشياء الخدمية الخاصة بالبصرة. مثلا خل أوضح لكم شغلة، أكو يسمونه صاحب العمل وأكو يسمونه الجهة المستفيدة من المشروع. يعني مثلا صاحب العمل هي الأموال اللي تجي للدولة، تجي مثلا أول شيء للمحافظة في الجزء الخاص بالتنفيذ المشاريع موازنة هذه السنة، وأكو الجهات المستفيدة بالمشروع، يعني مثلا خلينا نقول شوارع، الجهة المستفيدة من مشروع البلديات. إذا قلنا مثلا المجاري، الجهة المستفيدة من المشروع هي دائرة المجاري. شبكات مياه، الجهة المستفيدة دائرة الماء. يعني بناية خاصة بالكهرباء، دائرة الكهرباء، وهكذا. مثلا مدرسة، مديرية التربية. فكل دائرة من الدوائر انه ترفع احتياجاتها الى المحافظة، شعبة العقود الحكومية، وهي اللي تعد التصاميم وتطرح، يسموها التنادر، هي تندر اللي هو جدول الكميات اللي عنده مهندس التخمين، اللي يقوم بعدين يعني المقاول بتسعيره وفق هاي الشغله راح نجي لها بعدين، اللي هي موضوع الاحاله والعقد والمناقصات، هاي كلها بعدين نجي نحشي لها بالتفصيل. فهي فكره اوليه، يعني يقوم بتسعير جدول الكميات هذا وفق المناقصه المطروحه، وبعدين هو تحال الى اوطى العطاءات اللي هو يقدم اقل سعر من الاسعار ينحال الى المشروع. فهذا ايضا وظيفه المهندس التخمين، يعد جداول الكميات ويعطي اسعار، يعني حساباته هو، بس تكون جزء من جداول الكميات بدون اسعار وجزء خاصه بالاسعار. فالمقاول يحط اسعار مادته الخاصه به، بس اكو اسعار للمقارنه اللي عندها مهندس التخمين، فإذا كان هو في حدودها أو أقل من عندها تنحال عليه المقاولة، وإذا كان السعر مالته عالي لا، يعني ما تنحال إلى المقاولة، تنحال إلى مقاول آخر. زين، مهندس التخمين هو إحنا قلنا عنه. طبعا المهندس التخمين هو قلنا يعد الكميات الخاصة بالمشروع بالكامل، حساب كميات كل الفقرات الإنشائية بكل تفاصيلها، من أول فقرة ابتداء من تنظيف وتهيئة الموقع ورفع الألقاض الخاصة الموجودة بمكان العمل، وبعدين الحفر، وبعدين صب اللي مثلا بلايندنج مثلا عنده صبة التعبئة، وبعدين وضع حديد تسليح وصب قواعد الأساسات مثلا حسب نوع الأساس، يعني ممكن يكون رفت فاونديشن أساس حصيري، ممكن أساسات منفردة كونتينوس، يعني حسب الحالة. زين، يعد جداول الكميات الخاصة بتنفيذ البناية بالكامل. وممكن همينة أكو شغلة، إنه المقاول هو مو يجي مثلا ينفذ البناية بالكامل
ويلا يستلم فلوسه. لا، اكو فد يسموها سلف، سلف اللي هي خلال تقدم العمل. يعني مثلا المقاول ممكن انه يحفر ويصب الاساسات ويرفع الاعمده مثلا، ويوصل مرحله يقول لك انا اريد سلفه، او مثلا اذا كان بناء الجدران المحمله يقول لك انا اوصل للبتلو، لحد البتلو اريد سلفه، يعني بناء تحت مستوى الارض. وبعدين من البتلو مثلا خلينا نقول للرباط اريد سلفه، من الرباط الى ان صب السقف اريد سلفه. فمهندس المخمر يسوي ذرعه، من يقول واحد شنو هي الذرعه؟ الذرعه يجي يحسب كميه الاعمال المنفذه بالواقع، يعني ايش قد ينفذ، ايش قد نفذ العمل، يجي يحسبها يذرعها يقيسها بالفيته، يعني خلينا نقول طول بعرض وارتفاع، يجي يحسب مثلا كميات حجوم، حجوم الطابوق، حجوم مثلا مساحة اللبخ اللي نفذه، أي كان يجي يحسبه وحطه بجداول الكميات، ويجي المقاول ويضربه بالسعر الخاص بالفقرة ويعد السلفة، والمقاول يستلم السلفة على أساس الذرعة اللي يقوم بها مهندس التخمين خلال تنفيذ العمل. زين، فأقول مهندس التخمين هو المخمن، وهو مهندس يتولى التخمين القيام بوضع الأسعار لمختلف المواد المعدات قلناها، والآلات والعمليات والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع، أو يقوم فيما بعد بالقياسات اللازمة للعمل المنجز والمواد الموجودة في موقع العمل، والقيام في آخر عمل بعمل الذرعة النهائية. طبعا أكو فد شغلة هم راح تشوفوها خلال إن شاء الله في موقع العمل، إنه يسموها مواد مطروحة. يعني مواد مطروحة إنه المقاول جابها بس لكن بعد ما نفذها، مثلا اشترى حديد تسليح، اشترى سبيس إلى آخره، فممكن أنه تدخل في جداول الكميات كمواد مطروحة، وبعدين خلال تنفيذ العمل أنه تطرح هاي الأشياء. صاحب العمل، إحنا قلنا هذا صاحب العمل هو الجهة التي تفكر في القيام بمشروع ما، والتي تمول المشروع وتستفيد منه، وقد لا تكون الجهة الممول للمشروع هي نفسها التي تستفيد منه. هذا عرفته من هو صاحب العمل، هو ممكن يكون قلنا مستثمر، أو ممكن بتكون جهة حكومية اللي هي تصرف على المشروع وتعطي فلوس لغاية تنفيذه بالكامل. هذا هو صاحب العمل أو يسموه رب العمل. الغرض من التخمين هو معرفة الكلفة اللازمة للمشروع بصورة تقريبية. يتم تخمين أعمال المشاريع قبل القيام بها بصورة تقريبية، أي قريبة من الكلفة الحقيقية التي لا يمكن معرفتها بالضبط إلا بعد إكمال المشروع. طبعا هو المهندس التخمين قلنا عندك اتجاهين، أما يعطي السعر التقريبي بالكامل، وسمينا هذا التخمين التقريبي وفقا لخبرته ومعرفته بالأسعار المتر المربع أو المتر المكعب السائدة بالسوق، أو يدخل في حساب تفاصيل البناية بالكامل. زين، وهذا يقول التخمين التفصيلي. بالرغم من هذا الدخل بالتخمين التفصيلي، ما يمكن يعطي سعر 100%، وإنما يعطي فد بلس ماينس 2 إلى 5%، يعني بالزيادة أو بالنقصان. والسعر المضبوط هو ينحسب بعد إتمام المشروع بالكامل، لأنه راح ينحسب حسب الواقع بالفيتا والطول والعرض والهذا، يعني ممكن انه تستجد اشياء اخرى اثناء التنفيذ. يعني مثلا يجوز اثناء التنفيذ اكو اشياء ما محسوبه في جداول الكميات تظهر عندنا، فلازم نحسبها ونضيفها حسب الاسعار اللي اعدها المقاول. مثلا خلينا نقول نحتاج الى صب طول بعرض بارتفاع، بس عندنا سعر المتر المكعب الواحد نستخدمه ونضيفها هذا الى جدول، جدول كميات نسميه، ونطلب بها ككتاب رسمي تشينج اوردر، يعني امر تغييري، وتنضاف الى جدول الكميات الخاصه بالمشروع. او ممكن تكون مثلا يعني اثناء التنفيذ شافوا انه نحتاج غرفه استعلامات خارجيه، يعني يم الباب، او غرفه حارس، او اي فت شغله ما كانت موجوده، او سياج، فممكن انه سياج خارج بالبدايه، ممكن انه أثناء التنفيذ ينحسب ككميات إليه وينحط إلى سعر وفق أسعار اللي وضعها المقاول، وتنضاف إلى المشروع. هذا قد تظهر عنده أشياء بالتنفيذ فلازم أنه تعدل.
فيقول هنا على مهندس عند تحديد المعالم الأساسية للكلفة التخمينية أن يراعي دقة تنفيذ الأمور التالية: ألف، الصراحة التامة مع صاحب العمل في تحديد الكلفة التخمينية بما يؤدي إلى اقترابها بصورة كبيرة مع الكلفة الحقيقية المتوقعة للمشروع. هذا شيء واضح انه يعني لا يضم فشي ولا يخفي شيء، ويظهر كل الامور على حقيقيتها، وحتى لا يتفاجأ بعدين صاحب العمل باشياء، يعني مثلا ممكن انه يخفض اسعار معينة تحت الاسعار الموجودة السائدة بالسوق، والغرض مثلا انه يريد يخفض سعر البناية حتى تتنفذ. فلا، خلي يكون هاي عملية امانة ولازم يوصلها بالشكل الصحيح، فيكون صريح مع رب العمل بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، واتباع الأساليب التخمينية الصحيحة والمعتمدة على الكلف والأسعار الواقعية المتوفرة في وقت التنفيذ المتوقع للمشروع. اتباع الأساليب التخمينية الصحيحة. زين، من ناحية الحسابات، من ناحية الكلفة، ومن ناحية الأسعار السائدة بالسوق، وأسعار المواد الإنشائية، وأسعار العمال الماهرين وغير الماهرين، ويجي يجري حسابات دقيقة. ولو هسه حاليا يعني مو شرط انه يحسب الكالكوليشن يدويا، وانما الحمد لله ظهرت برامج معينة انه تجري عمليات حساب الكميات وفق المخططات الاوتوكاد الخاصة بالمشروع وطلع كمياتها، يعني سهلت امور كثيرة. بس لكن لا، ايضا يبقى عند المهندس لازم المام بهذه البرامج وعملية يعني ادخال البيانات بالشكل الصحيح حتى تكون حساب الكميات مضبوطة. يعني احنا تشوف مثلا اذا انت تريد تشتغل رسم بالاوتوكاد، لازم عندك خبرة والمام بالرسم اليدوي اللي انتم درستوه بالمرحلة الاولى، حتى يقدر يجي يرسم بالاوتوكاد، يعني يعرف الزوايا والكيرفات، وها حتى يقدر يعني عنده أوليات رسم يدوي حتى يقدر يرسم بالأوتوكاد، يعني رسم على الكمبيوتر بشكل مباشر. فأيضا مهندس التخمين لازم عندك أنت فكرة شلون حسبت كمية الكونكريت، شلون حسبت كمية الحديد التسليح يدويا، وبعدين حتى من تجي تحسبها بالحاسبة، فأنت عندك فصورة أولية عن كلفة هاي البناية وايش قد يحتاج الى حديد تسليح. يعني يعرف واحد انه حديد التسليح خلينا نقول على هذا القطع الحديد ابو النص انش خلينا نقول، والتباعد مالته بين شيش وشيش مثلا خلينا نقول 25، يعرف الصورة الاولية انه المتر المربع ايش قد كم شيش حديد راح يحتاج، وبالنتيجة كم طن راح يحتاج. فمن يجي يحسبها الكمبيوتر او البرنامج ويطلع فد كمية معينة، هو يقدر يخمن هل هو ضمن الحدود المتوقعة هو أو مو ضمن الحدود المتوقعة. هاي في تدخل في ناحية الحس الهندسي للمهندس المدني، لازم يكون عنده إحساس بالأشياء. يعني أنا سنة من السنوات يعني سويت سؤال إنه حفر، أعمال الحفر لشبكة مجاري إيش قد يحتاج لها، فواحد طلع لي مثلا عمق الأنبوب 250 كيلومتر. فهذا الشيء مو صحيح، يعني لازم يكون مهندس مدني مو يجي ويخلي الرقم هاي رقم طلع لي وهذا هو، لازم انه يقدر هل اكو حفر 250 كيلومتر، هي ال 250 كيلومتر مو من للعمارة خلينا نقول مثلا فرضا يعني. فهذا الشيء مو صحيح، لازم يكون عندك حس هندسي تقدر القيم الفاليوز اللي تطلع عندك بالحسابات هل هي معقولة او غير معقولة. متابعة المشروع أثناء المراحل التنفيذية وتلافي المشاكل غير المنظورة والتي قد تسبب زيادة ملحوظة في الكلفة. زين، فهاي أيضا لازم يقوم بها المهندس المدني، أنه أثناء التنفيذ لازم يكون متواجد ويتابع المشروع ويتابع تنفيذ كل فقرة من الفقرات حتى لا سبب زيادة في كلفة المشروع، مثل أعمال حفر. اكو فد شغلات مثلا المهندس لازم بالحساب الكميات ايضا هم يقدرها، يعني انت نوعية التربة، اكو تربة الحفر ممكن اذا عندك بناء اساسات بشكل يسمونه
للجدران المحملة، يعني تحفر حفرة كتريج طول بعرض بعمق. أكو أنواع من التربة تتحمل حفر بشكل عمودي، وأكو تربة غير متماسكة مثل التربة الرملية ما تتحمل مثلا الحفر بهذا الشكل، راح تكون على شكل مثل شبه المنحرف. فهاي الأمور لازم كلها يكون عليها اطلاع حتى يعرف يقدر الكميات بشكل دقيق. فوائد عملية التخمين: حساب الكلفة المتوقعة للمشروع، وهو الغرض الأساسي لعملية التخمين، وتكون هذه الحسابات الأساس لإعداد مستندات ووثائق المقاولة. هذا الغرض أو الفوائد هو أنه تحسب كلفة البناية ككل، إيش قد تكلف، وهو هاي جدول الكميات هو يعتبر واحد من مستندات المقاولة، اللي هي المخططات والمواصفات والشروط العامة والخاصة، هاي بعدين نجي نحكي بيها، إضافة إلى جدول الكميات. هذا يعتبر مستند من مستندات المقاولة، ولازم المقاول يسلموه إياه أثناء يعني بعد الإحالة، يعطي جدول الكميات وهاي الأمور كلها، أو عند المناقصة راح تكون غير مسعر حتى يقوم المقاول بتسعيره. هذا يعتبر مستند من مستندات المقاولة. واثنين، حساب قيمة العمل المنجز، وذلك حساب قيمة الأعمال المنجزة لأغراض منح السلف. فاحنا قلناها أنه المقاول أثناء التنفيذ يحتاج أنه سلفة حتى يكمل الشغل مالته، فيجي المهندس التخمين يذرع إيش قد نفذ المقاول لحد هذا اليوم، ويحسب له سلفة على أساس الأعمال اللي نفذها حتى يقدر يستمر بالعمل. ثلاثة، تقييم الأعمال الإضافية. غالبا ما تظهر في المشاريع أعمال إضافية غير مبينة في التصميم الأصلي للمشروع، أو تحدث تغييرات على التصميم الأصلي للمشروع، لذا على المهندس إعداد جدول الكميات والمستندات الأخرى اللازمة. هاي أيضا حكينا بها قبل شوية، قلنا ممكن أنه فد أشياء ما موجودة بالتصميم الأصلي بس، لكن بالتنفيذ شفنا أنه نحتاجها، فأيضا لازم تحسب بشكل فردي، ويعمل أمر تغييري ويضاف السعر مالتها إلى جدول الكميات الأصلي حسب الأسعار اللي حطاها المقاول. مثلا إذا كان كونكريت فسعر كمية سعر الكونكريت المتر المكعب إيش قد، إذا كان مثلا لبوخ سعره مثلا بالمتر المربع، طابوق سعر الطابوق إيش قد، يعني بناء الطابوق إيش قد، حسب الحالة. وأربع، إعداد تقارير الكلفة. يقول إن الأسعار المعدة هي في الحادة مقدرة نسبة إلى كمية الأعمال الموجودة في التصميم الأصلي، ولهذا يمكن مهندسي رب العمل تقديم تقارير عن الكلفة المتوقعة لجميع التغييرات اللي تكون إجراءها في التصميم الأصلي. هاي واضحة إنه أي فقرة من الفقرات صار بها تغيير بالزيادة أو بالنقصان، أو مثلا خلينا نقول مثل ما شوي قبل شوي قلنا مثلا سياج ما كان موجود وردنا نضيف سياج، فيقدر يكتب المهندس التخمين تقرير انه هذا السياج طوله هالقد، ارتفاعه هالقد، كمية المواد به هالقد من طابوق واسمنت مثلا واللبخ مثلا هالقد، والاسعار مالت المقاول كذا 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 اللي خلاها لهيج نوع فقرات مشابهة، فيحتاج لنا مبلغ اضافي مقداره هالقد لتنفيذ هاي الفقرة الاضافية. هاي يسويها ايضا مهندس التخمين ويعيد التقرير بها. نجي إلى دراسة الجدوى. دراسة الجدوى قبل لا أحكي، أريد أشوفكم متابعين لو لا، ممكن أحد يقول لي شنو دراسة الجدوى؟ طلاب أنتم وياي لو لا؟ فهسه قلنا دراسة الجدوى هي مثل ما قال الأخ تحليل ويقوم بها مهندس التخمين لمعرفة كلفة بناية اللي راح نقوم بتنفيذها، وبعد أن يعرف كلفة البناية هل يعرف أنه ذات جدوى من عملية تنفيذ هذه البناية أو ليست ذات جدوى، فيقدم هذا التقرير إلى صاحب العمل ليتخذ القرار هل يعني يسير قدما في تنفيذ هذه البناية وفق تحليل المهندس التخمين، أو يغير البناية بشكل آخر، يعني مثل إذا كان مصنع ينفذ عمل معين فإنه يغيره بشكل آخر، أو يغير الموقع مالته، أو يغير تفاصيل معينة بالبناية من ناحية الحجم أو حتى يقلل الكلفة حتى تكون بالنتيجة العملية مجدية. ودراسات الجدوى لا تقدم إلى المشاريع الخدمية، يعني مثلا إذا شبكة مثلا تخدم شبكة ماء تخدم المواطن، فهاي طبعا ما نقول عليها تطلع فلوسها ما تطلع فلوسها، لأنها خدمة للمواطن، فتنفذ فقط للمشاريع الربحية.
دراسات الجدوى. نجي إلى تقدير الكلفة الإنشائية. عندنا طرق التخمين التقريبي والتخمين التفصيلي. بالنسبة للتخمين التقريبي هذا يسوونه بشكل مستعجل، يعني غالبا مثلا يقول للمهندس المدني داخل في اجتماعات مع مدراء ومع جهات مسؤولة وأصحاب عمل، ويقولون يريد ننفذ بناية بالشكل الفلاني بالحجم الفلاني بالأعداد الطوابق بالمساحة الفلانية، فنريد نعرف الكلفة مالتها. فهو المهندس التخمين لازم عنده المام بالأسعار، الكلف المتر المربع أو الكلفة المتر المكعب السائدة بالسوق، يعني لبنايات منفذة معروفة كلفتها ومعروف مثلا مساحتها أو حجمها، يقدر يطلع كلفة المتر المربع أو المتر المكعب من هاي البناية، وبعدين يجي يضربها بالمساحة الجديدة أو الحجم الجديد حسب الحالة، ويقدر يطلع كلفة البناية الجديدة على أساس كلفة بناية منفذة سابقا، ويقول إنه الكلفة راح تكلفنا هالقد، وعلى أساسه يتخذ القرار بالاستمرار بتنفيذ هذه البناية أو تغييرها أو تغيير مكانها أو تغيير أي شيء مثل آخر، حتى مثلا يجوز يقلل من الكلفة الخاصة بتنفيذ هذه البناية، فحتى يتخذ القرار بخصوصها. فهو شنو تعريف على كلفة المشروع بصورة سريعة. وطبعا أكو شغلة ثانية، يعني مثلا واحد داخل بإجراء كلفة تخمينية بالتفصيل لبناية معينة، تفاصيل دقيقة وحسبها بالشكل المضبوط، بس بعدين يجوز هو غلط بالحسابات مالته في شغلة معينة، وطلعت بالنتيجة انه حساب الكميات، يقول فقرة، يجوز خلينا نقول فقرة مثلا، طلعت الكمية مالت او الكلفة البناية كلش عالية، فالمهندس بصورة تقريبية يعني يقدر يقول عندك غلط بهاي الحسابات مالتك، لانه ما معقولة عندك البناء مالتك بهالحجم بالمساحة هالقد بالعدد الطوابق هالقد راح تطلع عندك كلفتها هالقد. انا اقدر اقدر لك اياها بصوره تقريبيه هالقد، فيرجع المهندس اللي سوى التخمين التفصيلي راجع حساباته حتى يطلع الاخطاء الموجوده عنده بالكلفه. فقول اجراء المقارنه بالمشروع اللي هو التخمين التقريبي ويا التخمين التفصيلي وايجاد البدائل. طبعا هاي ممكن هنا طبعا قلناها التاء، هو التحقق من كلفة المشروع المخمن بالطريقة غير التقريبية، واثنين اجراء المقابل او باء اجراء المقارنة بين عدة بدائل، يعني بعد ان حسب وقال ان المشروع هذا يكلف هالقد وهذا المشروع احنا نقول الكلفة مالته عالية، فنقوم بايجاد او البدائل اله. البدائل اي ما نغير المكان قلنا، او نغير عدد الطوابق، او نغير اشياء معينة بالمشروع حتى تكون الكلفة مناسبة، يعني بالمصطلح العام يقول حسب المبلغ اللي عنده، يعني مثلا واحد خنقول عنده مبلغ 150 مليون مثلا، او قول مثلا 100 مليون عنده، خنقول هالشي، وعنده مساحة قطعة 200 متر مربع، فيجي جزء المهندس المدني يقول له اريدك تبني لي او تنفذ لي بناية تصمم لي اياها بحيث يعني المبلغ مالتها ما يتعدى 100 مليون. فهو شو يسوي؟ مثلا يجوز يكبر له من الحديقه ويصغر له من مساحه البناء، او غير في التفاصيل معينه بحيث يعني تكون مناسبه على قد الفلوس مالته. فممكن تكون تجي مثلا تخصيصات 10 مدارس، خلينا نقول 10 مليارات، فهو شنو مثلا يحسب انه كل بنايه لازم مليار واحد، فهو يصمم على قد الفلوس اللي المخصصه لهذا المشروع. زين، فهذا ايضا ممكن يقوم به المهندس التخمين، انه يقدر ايش قد راح تكون مساحه البناء وعدد الطوابق حتى تتماشى ويا السعر الموجود او المخصص لهذه البنايه. بالنسبه للتخمين التقريبي عندنا الطرق التاليه. هذا التخمين التقريبي، طريقه مساحه البناء يقول تستخدم لانواع عديده من الابنيه مثل مكاتب، مدارس، أبنية سكنية، مستشفيات إلى آخره. طبعا هذا بالنسبة للتخمين التقريبي على أساس مساحة البناء، يعني بناية مكتب منشأ سابقا أو بناية مدرسة أو بناية سكنية مستشفى منشأ سابقا، ونجي احنا نحسب
كلفة البناية الجديدة على أساس كلفة المتر المربع للبناية المنفذة سابقا، يعني مثيلتها. زين، يعني كلفت إن بناية مدرسة المتر المربع مالتها هالقد، وأريد أسوي بمكان ثاني بناية مدرسة أيضا، فتكون على أساس كلفة المتر المربع للبناية المشيئة سابقا أقدر أحسب كلفة البناية الجديدة. طبعا هاي خاصة بالأبنية، يعني بالأبنية والمشاريع البنائية مثلا أكو فد شغلات لا يعني من الصعوبة تنفيذها، يعني أبنية أو مشاريع خاصة، خلينا نقول يعني قناة تنل مثلا، نفق تحت الماء مثلا، فد أمور معقدة، أنفاق، وخاصة مثلا بالشوارع، يعني مثلا المجسرات والشوارع، فيعني تكون بصعوبة تنفذ بها التخمين التقريبي بهاي الصيغة. فأكثر شيء يكون على أساس الأبنية يعني. زين، وعندنا النوع الآخر من الاستخدام أو الطرق، هي طريقة حجم البناء، هذا يدخل بها الارتفاع، تكون أكثر دقة من ذيك الطريقة، لأنها بالإضافة للمساحات تدخل بها ارتفاع البناية. يعني أنا أقول لك مثلا ذيك البناية أنا حسبتها على أساس المتر المربع، بس البناية القديمة خلينا نقول ارتفاعها مسوي 2.70 متر ارتفاع البناء، والبناية الجديدة سويت الارتفاع البناء 3.5. أنا ما دخلت الارتفاع، دخلت بس المساحة، فهذا الزيادة بالطول راح تطلع بالنتيجة كلفة أكثر، ما باخذيها بنظر الاعتبار، فصير هذا الاختلافات ممكن. بس لكن بالمتر المربع كون يعني قدر الإمكان تكون تفاصيل البناية الجديدة مشابهة إلى تفاصيل البناية القديمة. يعني واحد يقول أنا يجوز بالبناية الجديدة مسوي غرف أكثر من البناية القديمة، ذيك غرفها واسعة فليكون عدد الطابوق أقل، وهاي بها تفاصيل أكثر، غرف صغيرة حصل كمية طابوق أكثر، غرف مثلا هاي 2 بـ3 بـ4، 3 بـ4 ذيك مثلا 5 بـ6 الغرف مالتها، فهاي بالنتيجة راح تطلع كلفة أكثر. فهو ما يدخل بهاي التفاصيل، يعني بس مجرد على المساحة السطح مثلا يحسبها طول بعرض ايش قد، بغض النظر عن البيتونة وهاي الأمور، طول بعرض ويقول لك هاي المساحة اللي طلعت لي هالقد. هنا بالحجم البناء لا، يدخل عندك الارتفاع البناية، وتدخل عملية المقارنات بين انه البناية الجديدة المطلوب إنشائها يحسبها على كلفة المتر المكعب للبناية القديمة، طول بعرض بارتفاع، يعني سعر البناية اللي كلفت ايش قد البناية القديمة، وعنده الحجم مات البناية طول بعرض ارتفاع، فيقدر يقسم هاي على هاي، يعني الكلفة على الحجم، ويطلع لك هل قد دينار المتر المكعب، يعني مثلا خلينا نقول 1 مليون دينار للمتر المكعب، يروح للبناية الجديدة يحسب حجمها يضربها بكلفة المتر المكعب واحد، وراح يطلع سعر البناية الجديدة، وراح ندخل حسب التفاصيل من خلال الأبنية. وعندنا الطريقة الثالثة اللي هي طريقة محتوى الطوابق، اللي هو تدخل لنا في التفاصيل أكثر، يعني راح تكون أكثر دقة من سابقاتها، اللي هو راح تدخل بها مساحة الجدران الخارجية، وعندك مساحة كل طابق، وأكو معامل يسموه معامل الطابق، خبينا نحكي عنه بعدين. هسه إذا نجي على طريقة الحجم، شوف هسه هاي البناية أساس مالتها هيكلي، العفو البناء قصدي هيكلي، الأساس مالت سيبريت بوتينج، ويطلع من عنده أعمدة وجسور. المساحة البناء مالته راح نقول طول بالعرض، والحجم راح يصير هاي المساحة اللي طلعناها المساحة في الارتفاع، وعندنا سعر البناية خلينا نقول كلفت 500 مليون، فيكون سعر المتر المكعب واحد 500 مليون على حجم البناء، فيطلع هل قد، يعني هسه فارغها تقول مثلا مبلغ مجهول، هل قد دينار لكل متر مكعب، هذا كلفة البناية المنفذة. يروح بعدين يحسب البناية الجديدة ايش قد متر مكعب، يضربها بهذا المبلغ، فيطلع كلفة البناية الجديدة. وعندنا لغرض تخمين كلفة بناية جديدة غير منفذة، أو كلفة، طبعا مو شرط بناية جديدة، يعني مثلا واحد يريد يضيف طابق ويريد يشوف هذا الطابق الإضافي ايش قد يكلف، زين، فأيضا عنده يستخدم طريقة التخمين التقريبي، فيقول يتم استقراض حجم البناية الجديدة
ونضربه في كلفة المتر المكعب الواحد بلاية قديمة حيث تؤخذ أبعاد المساحة من الخارج. طبعا بتجي بالنسبة للتخمين التقريبي، وإذا تحسب على أساس الحجم تحسب الأبعاد من الخارج. هسه شوف هاي الغرفة، خلينا نقول بناية، يعني خلينا نعتبرها بناية، العرض مالتها 10.5، خلينا نقول لا الطول 10.5 والعرض 5.5، الأطول هو راح يكون الطول. فالعشرة وسبك الجدران 24 سنتيم، هو عرض الطابوق هاي ثابت تعرفون انتو، نقول عليه بالمتر 0.24. فالعشرة ونص هذا نضيف له من كل جهة 0.24، فنقول 10.5 زائد 2 في 0.24، فصير عندنا العرض من يعني المسافة هاي من الخارج. وعندنا 5.5 ايضا نضيف لها من كل جهة 0.24 اللي هو سمك الجدران، فصير 5.5 زائد 2 في 0.24، فهاي نسميها الابعاد من الخارج. بعدين هاي بتطلع الكمية نضربها بالارتفاع مالتها زين، فهاي تطلع عندك 11 في 6 يصير 66 متر مربع، والحجم راح يصير هاي المساحة اللي طلعناها في الاتش الارتفاع زين. عندنا بالنسبة اذا كانت البناية على شكل قبة زين، فهلال الارتفاع مالتها راح يصير h1 زائد h2. شوف هسه هاي الارتفاع مالتها يقول يصير h1 زائد h2، انتبهوا لها. وهاي بناء اذا كان بهالصوره، واذا كانت قبه بهالشكل فيكون h1 زائد h2 زين. h2 شو يساوي؟ ال h2 هو يساوي h على 2، يعني هسه هاي المسافه اقصى ارتفاع h، او هذا اقصى ارتفاع h على 2، فكأنه ماخذ المعدل، يعني يصير ما تاخذ كل الحد القمة لأنه يصير مو صحيح، فتاخذ نص الارتفاع هذا ال اتش. اكو شغلات انتبهوا لها، يعني مثلا البناية القديمة ما كانت بيها مثلا مصعد، البناية الجديدة بيها مصعد، او البناية القديمة مثلا ما كان بيها تكييف هاي بيها تكييف، او ما كانت بيها سقيفة وهاي بيها سقيفة، ما كان بيها مولد كهرباء وهاي بيها مولد كهرباء. هاي تنحسب بصورة منفردة وتضاف الى السعر زين، تضاف للسعر الجديد. نيجي الى طريقة المساحة السطحية. طريقة المساحة السطحية نحسب الابعاد من الداخل زين، يعني مثلا نروح الى السطح نحسب مساحة السطح، ما له علاقة نقص من عندها فتحة الدرج أو البيتونة المخزن، ما له علاقة، ناخذ مساحة السطح من الداخل ومو من الخارج، وبعدين نضربها على الطوابق، يعني اعتيادي مثل البناية أم الطابق الواحد تختلف عن أم الاثنين تختلف عن أم الثلاثة، فنضربها في عدد الطوابق. طبعا قلنا قبل شوي قلنا هاي الأرقام مو دقيقة بسبب الشيء اللي قلت لكم إياها اللي هو التفاصيل الجدران الداخلية للغرف، يجوز ما بالطابقة بين القديم وبين الجديد، بس هي طريقة تبقى طريقة تقريبية. يعني ممكن واحد يسأل صديقه يقول له انت ال 200 متر مالتك بيتك ابو ال 200 متر بنيته طابق واحد ايش قد كلفتك؟ فهو يقول انا بنيت 200 متر فل، يعني كلفتني 200 مليون. هذا الثاني يقول له انا لا اريد اسوي بس 100 متر، يقول له يعني تقريبا راح يكلفك 100 مليون. هذا يعني التقريب يعني، بس هو بالفعل لا يجوز يختلف، يجوز هذا مثلا ما مسوي اللابخ او الخارجي الواجهه مسويها نثر، ذاك راح يسويها مثلا الحجر. اكو في التفاصيل لا تفرق لك بالسعر، هذا ما يبينها الا التخمين التفصيلي. والطريقه الثالثه هي طريقه محتوى الطوابق، اللي هي راح تدخل بها مساحه كل طابق ومساحه السقف ومساحه الجدران الخارجيه، وتضرب مساحة كل طابق مقابل الطابق. شلون يعني؟ هاي اللي مثلا تشوف السقف، مساحة مالت السقف الروف يضرب في واحد، هذا يسميه مقابل الطابق. الطابق الأرضي في 2، طابق الأرضي الطابق الأول يضاف له 0.15 فيصير 2.15، الطابق الثاني تضرب في يعني تضيف عليه 0.15 فيصير 2.3، وهكذا كل مره نضيف 0.15. طبعا انت تشوف كل طابق كل ما نصعد بالزايد اعلى تكون الكلفه شويه اكثر. ليش؟ يعني عندي مثلا عامل من يجي ياخذ الطابوق ويجيب هو جايب لي بالطابق الارضي، غير من مثلا يجي ينقل الطابوق وما شابهه
ويجي يصعد الدرج يوصل الطابق الثاني او الثالث او الرابع، وكل ما تصعد بالبناء راح تصير تكلفة الصب اكثر بالنسبة للكونكريت، التسليح مثلا من يصعد الحديد، هاي عملية التصعيد الى الطابق المعلي شوية تعطي كلفة ازيد، فاحنا بالنتيجة راح نعطي شوية بالزيادة بالكلفة، اللي هو كل طابق نعطيه في الزيادة 0.15 على مود الكلفة مالت الطابق تصير اكثر من اللي قبله، خلينا نقول بنسبة زيادة مقدارها 0.15. الجدران الخارجية الفاكتور مالتها الواحد تنحسب على اساس المحيط مالت البناية في الارتفاع في واحد. هسه راح ناخذ مثال نطبق عليه هاي القضية اللي هو التخمير التقريبي. يقول تم تنفيذ بناية من طابقين أرضي وأول بأبعاد كل منها 25 في 15 مقاسة من الخارج. انتبه لهاي الحكاية، يعني يقول لك هاي ال 25 ب 15 مقايسيها من الخارج. الكلفة 150 مليون دينار. بعد الإنجاز أريد إضافة طابق ثاني بنفس المواصفات مع مصعد بكلفة 10 مليون دينار. يعني ورا ما نفذ وخلصه قال أنا أريد أضيف بعد طابق ثاني، الأرضي والأول متنفذات، وأريد أضيف طابق ثاني، أريد أشوف إيش قد يكلف، وأريد أخليه بعد مصعد. المطلوب تخمير كلفة الإضافة التقديرية وحسب طريقة الحجم، المساحة السطحية، ومحتوى الطوابق. زين، مع العلم إن الأساس جداري، تعرفون إيش الأساس جداري بعد وصلت مرحلة رابعة. عمق الحفريات 1.2 متر، المنسوب الأرضية، جدران الداخلية والخارجية بعرض 24 سنتيمتر، هاي عرض الطابوق يعني. منسوب البناء بين إنهاء الأرضيات لكل طابق والسقوف 3.2 متر، هذا يعني الارتفاع مالت البناية. زين، منسوب البناء بين إنهاء الأرضيات يعني الكاشي والسقف، هاي المسافة هي 3.2 متر. سمك الأساس 40 سنتيم، وارتفاع الستارة 60 سنتيم. تعرفون شنو الستارة؟ مو تعرفوها؟ اكو واحد يقول لي شنو هي الستارة؟ طريقة الحجم، البناية قلنا قبل شوية لازم ناخذ الأبعاد من الخارج. الأبعاد اللي مطيناها بالسؤال اللي هو 25 في 15 هو طولها أساسا من الخارج، فطول في العرض في الارتفاع. الارتفاع الطابق الواحد 3.2، عندنا أرضي وعندنا أول، فصير في 2، 3.2 في 2، عندنا 0.6 ب 1.2 اللي هي الستارة والحفريات. شوف بطلناها، الارتفاع الستارة 60 على 100 طبعا 0.6، وهنا الحفريات 1.2، فصار الارتفاع الكلي للبناية، فراح يصير حجم البناء 3075 متر مكعب. هذا منفذ، منفذين يعني هو منفذ طابق أرضي وطابق أول، فنقدر نحسب الكلفة مالته. يعني هو قايل لنا بالسؤال الكلفة 150 مليون، فنقسم 150 مليون على هذا الحجم فيطلع 48,780 دينار عراقي للمتر المكعب. نريد نوجد كلفة إضافة الطابق الجديد، فنجي نحسب بنفس الطريقة السابقة بس طابق واحد، بس طابق واحد اللي هي مساحة 25 في 15 طول بعرض في ارتفاع اللي هو 3.2، هو بات الطابق هذا لا بأساس ولا بستارة، بس طابق في كلفة المتر المكعب واحد، ونضيف له الكلفة المصعد قلنا نحسب بشكل منفصل اللي هي 10 مليون، يعني تنضاف بشكل منفصل زائد 10 مليون، فتطلع عندنا ايش قد هنا عندنا 368 مليون و536 الف دينار عراقي. هاي كلفة الطابق الجديد 68 وكسر. نجي بطريقة المساحة السطحية. تفضل. اي وين ياهو الاول؟ هذا الفوق، هذا الجديد. اي هو طابق، انت هذا طابق اضافي. وين؟ اي لا لا لا، كمل كمل عليها، يكمل عليها، يكمل عليها بناء جديد. ليش؟ وذيك والجديدة
راح يبني فوقاتها همينة ستارة تعوض عن ذيك القديمة، فيصير وحدة بمكان وحدة، إضافة ونقصان. يعني كأنه ما سوى شيء، اللي ربحها من الستين سنتيمتر جوا ربحها، خسارة فوق من سوى ستارة للطابق الجديد، فكأنه ما سوى له شيء، فما تدخل عندك. شوف هسه بس ضربت ب 3.2 زين، فهمت قصدي شلون؟ عفوا. زين هنا نجي إلى طريقة المساحة السطحية، الطريقة الثانية. هنا قلنا ناخذ الأبعاد من الداخل، يعني 25 شلون سوينا قبل شوية. هنا هاي الرسمة، هنا هذا، هاي احنا من حسبناها من الخارج، ضفنا منها 0.24 منها 0.24، بس هو مطينا اياها من الخارج، احنا نريدها من الداخل، فبالحالة ننقص. زين 25 ناقص 2 في 0.24، والداخل 15 ناقص 2 في 0.24، فصارت عندي الابعاد من الداخل. فمساحة كل طابق راح تصير 355 متر مربع. زين هذا شلون حسبتها؟ ال 24 نص في 14 نص، صارت عندي 355 متر مربع. كم طابق عندي؟ اثنين، ارضي اول، فصارت المساحه 710 متر مربع. هاي ال 710 متر مربع اللي هو الطابقين كلفتني 150 مليون، فاجي اقسم ال 150 مليون على 710، فيطلع لي كلفه المتر المربع الواحد اللي هي مثل ما تشوفون 211,267.6 دينار لكل متر مربع. هاي كلفة المتر المربع الواحد حسب طريقة المساحة السطحية. هسه انتهينا احنا هذا في الشيء منفذ، وعرفنا سعر المتر المربع الواحد. من نروح للبناية الجديدة، لا عفوا، الكلفة الإضافية للبناء الجديد، مساحتها نفسها 24 نص في 14 نص، نضربها بكلفة المتر المربع الواحد ونضيف لها 10 مليون مات المصعد، فصير عندنا هذا السعر مالتنا. شوف الاختلاف هنا بالسعر، لا 85 لا 68، لأنه طريقة تقديرية، طريقة تبقى تقديرية. وهسه بعدين نجي محتوى الطوابق واحكي لكم فد شغلة معينة هسه بنوصلها. طريقة محتوى الطوابق، نجي نحسب مساحة السقف. مساحة السقف 24 ونص في 14 نص، هاي طبعا تحسبوها من الداخل، الفاكتور مالته واحد. الأرضي نضربه في 2، نفس ال 24 نص في 14 نص في 2، الاول نضيف 0.15 للاثنين، فصير 24 نص في 14 نص في 2.15 ونسجلها. انتهينا بعد عنده بس ارضي اول. زين هنا عندك الجدران تنحسب، هاي من الخارج 25 زائد 15 في 2، يعني هذا من الخارج تنحسبها، كانه محيط، يعني كانه محيط، يعني خلي واحد يصورها، خل اطلع من هون. هاي 25 وعندي هنا 15، نقول هاي 15 هاي 25، بنقول 25 زائد 15 يعني غطيت هاي المنطقة كلها من هنا لهنا في 2، كملت المحيط كله. زين حوطت البناية كلها. زين 25 زائد 15 في 2 غطيت المحيط. في الارتفاع كل البناية 3.2 في 2 زائد 1.2، طبعا هنا الستارة ما ندخلها، ولا اقول لك ليش ما ندخلها، ندخلها لانه شنو هسه هذا من تيجي تحسب ل 3.2 الارتفاع بكل، مو بس ال 3.2 الجدران الخارجية، بكل تفاصيل البناية الداخلية، من الجدران الداخلية تصير بين الغرف وكذا، كلها مشمولة بهذا السعر اللي احنا فرضناه. بس الستارة هنا، وطبعا الاساس هم ندخله لانه شامل، الاساس هو من جوا ويطلع للاعلى، يعني بالاساس ويطلع حتى الجدران الداخليه كلها الاساس وياها، بس الستاره بس المحيط الخارجي فما يدخلوها بالحسبان. زين فصير عندي 3.2 في 2 زائد 1.2 الاساس، الفاكتور مالتها واحد، فصير عندي 608 608. نيجي نحسب المساحه الكليه اللي هي هاي السقف طابق الأرضي
الطابق الأول مساحة الجدران كلها اجمعهن هذول كلهن، فصير عندي المساحة الكلية 2436. المتر المربع الكلفة مالته ايش قد راح تصير بطريقة محتوى الطوابق؟ 150 مليون كلفة البناية على هاي المساحة اللي طلعتها 2436، فيطلع 61580 دينار لكل متر مربع. نجي للطابق الجديد اللي احنا نريده انفذه، فاجي اقول الاشياء كلها اللي سويتها قبل شويه، ال24.5 في 14.5 اللي هي المساحه من الداخل اضربها، ما اضربها في 2 بوينت ايش قد اضيف انا، وين وصلت؟ وصلت للطابق الاول كان 2.15 واضيف له بعد 0.15 فصير 2.3. بعدين اجي احسب مساحه الجدران الداخليه اللي هي 25 زائد 15 في 2 هذا حوطته صار محيط في 3.2 هذا الارتفاع في الفاكتور مالته واحد كلها، ورا ما حسبت المساحه مالتها اضربها في كلفه المتر المربع الواحد بهاي الطريقه اللي هي 61500 واضيف لها 10 مليون مات المصعد فصير عندي هاي الكلفه. طبعا هاي انا يعني بعتبرها اذا واحد يسالني يقول ياهي الادق، يعني هي هاي ادق لانه داخله بتفاصيل اكثر بالنسبه للبنايه اكثر من طريقه الحجم وطريقه المساحه السطحيه. ف تصير هنا عندي، شوف هنا ايش قد طلعناها بالطريقه السابقه، طريقه الحجم طلعت عندي 68 مليون وهنا 85 مليون، طريقه المساحه وسطحيه 76 مليون تكلف عندنا البنايه، يعني هاي اكثر دقه من البقيه يعتبروها. يعني النوع الاخر من التخمين نسميه التخمين التفصيلي. التخمين التفصيلي هذا حكينا عنه بالبداية، قلنا يدخل بتفاصيل حساب يعني دقيقة من كل شغلة من الشغلات، حفر يحسب الحجم مالته ويضربها في سعر كلفة الحفر المتر المكعب الواحد ويطلع كلفة الفقرة هاي، بناء مثلا يحسب شقد عنده حجم بناء وكلفة البناء بالطابوق شقد، يضرب السعر المتر المكعب بناء بالطابوق في الكمية المتر المكعب وتطلع كلفة هاي الفقرة، ويجمع هاي الفقرات كلها وتطلع الكلفة الكلية للبناية ككل ايش قد راح تصير الخاصة بالمشروع. فيدخل بتفاصيل كاملة المشروع، خلنا نقراها. نقول هو التخمين الذي يوضع بخطوات تحليلية مفصلة مطولة معتمدة على إجراء تحريات واسعة لإعطاء كلفة تفصيلية مختلف جوانب المشروع، ويهيئ بعد معرفة سعر المواد والمعدات ومعرفة أجور العمال والمصاريف الإضافية الثابتة وغير منظورة وتقدير الربح. يعني إذا واحد يضع هاي الفقرة يعني يقول أنا أريد أحسب كمية كونكريت مسلح، يعني يسألني إيش قد كلفة المتر المكعب إذا صبني سقف، إيش قد كلفة المتر المكعب للكونكريت كلفته؟ فاول شيء لازم احسب مواد ايش قد يحتاج لي، اسمنت ورمو وحصو وحديد تسليح، زين اطلع سعر المتر المكعب الواحد حسب الديزاين، يعني ايش قد كلفه المتر المكعب، يعني قصدي الديزاين ايش قد بيه حديد تسليح، ابو النص ابو ايش قد يعني ابو 16 ملي، وايش قد بالمتر او بالمتر المكعب الواحد ايش قد بيه حديد تسليح، كلها لازم اعرفها واجي احسبها. حسبت كلفه المواد الموجوده المتر المكعب الواحد، احسب مثلا كلفه التنفيذ من ناحيه القالب، من ناحيه العمال اللي راح تشتغل، من ناحيه يعني المعدات مثلا خباطه او مثلا خباطه مركزيه وتضخ الى الموقع، ف المواد العمال والمعدات، وبعدين ورا ما اجي احسب كلفة تنفيذ هذه الفقرة المتر المكعب الواحد اضيف لها ارباح، لان المقاول ما معقول يجي ينفذ وما ياخذ عليها ربح، فيضيف لها نسبة معينة للربح، واقول انه هاي الفقرة حسب سعر السوق اللي في الوقت اللي راح تنفذ به المشروع راح تكون عندي هالقد. هذا المقاول هم عنده المام، فلازم يعطي فد سعر مقارب الى السعر هذا، بس طبعا هذا السعر مخفي يحط المقاول بالنسبه للي يسوي التندر،
المقاول يحط سعر، وبعدين يصير مقارنات بين السعر المخمن وسعر المقاول، اذا الاسعار متقاربه واسعاره مناسبه واقل من بقيه المقاولين راح ينحال الى المقاوله وينفذها حسب هاي التواصل. وعندما يقوم المخمن بتحضير هذا النوع من التخمين فعليه ان يقسم المشروع الى فقرات تشمل الاعمال التحضيريه، سعر المواد، حفريات، اعمال والاعمال والفقرات المختلفه حتى تنظيف الموقع ورفع الانقاض من هو قلنا الحكي. وبعدها يتم استخراج الكلفة التفصيلية الكلية عنها طريقة حاصل ضرب كمية كل فقرة من سعرها التخميني التنفيذي المناسب لها. هاي قلنا انه يضرب الكمية اللي حسبها بالسعر فتطلع كلفة الفقرة، وبعدين يجمع كل الفقرات تطلع الكلفة الكلية المشروع. ونظرا لتعقد العملية الحسابية لهذه الطريقة فإنه يتم إجراءها من قبل اختصاصيين مهندسين للزراعات لهم ارتباطاتهم المستمرة بالسوق المحلية والعالمية واطلاعهم واسع بالاسعار وكلف المواد وكلف الاعمال المختلفه، ويعتمد على هذه الطريقه بصوره اوسع وتعتبر اكثر قربا الى واقع الكلفه الحقيقيه للمشروع. طبعا ما تجي تعطي الواحد مهندس ما عنده المام بالسوق وما عنده المام بالاسعار وتقول له تعال احسب لي كلفه بنايه، قدر لي ايش قد كلفتها. لازم واحد يكون عنده متواصل ويا اسعار السوق، يعرف العمال ايش قد يكلفون، الاسطى مثلا ايش قد يكلف، الاسعار المواد الانشائيه اللي قد بالسوق مطروحة. اكو فد شيء يسمى مطروح بالموقع، يعني بتروح بالرول يقول لك انا المتر، ما يقول لك متر مكعب، يقول لي هاي الكمية مالتي هالقد 50,000. 50,000 انت وين مكانك؟ اذا هو مثلا خلينا نقول واقف بالقبلة، بدي تقول له انا اذا وصل للحيادية او للقبلة او للجمعيات يعطيك فد سعر مخفض لان يعني يحسب لك مسافة النقل. بس تقول له اريد اروح للفاو او لابو الخصيب او ودي لي التنومه وهو بالقبله، فهو ايضا يحسب لك الفرق كلفه النقل، يعني يزيد عليك، يقول لك مسافتك بعيده يزيد عليك السعر. فالمهندس المخمن هم ياخذ بنظر الاعتبار المكان اللي راح يتلفت به المشروع وكلفه المواد اللي ايش قد واصله للموقع ايش قد راح تصير. فلازم يكون عنده هالخلفيات حتى لا يغلط ويطلع فد شيء اقل من الكلفه، وبعدين يجوز يسبب خساره او يسبب خطا يعني. وطبعا هم اكو جماعه يقول لك انا اشتغل اعرف احسب كلفه ابنيه، بس يجوز شبكات صرف صحي ما عنده المام باسعار الانابيب وكذا، فيجوز ما يعرف غير واحد، او يجوز مثلا فد مشاريع معقده، يعني مثلا بنايه خاصه بمصنع فد من نوع خاص، او دفق تحت البحر خلينا نقول مثل ما قلنا قبل شويه، او فد مشاريع معقده. فاكو ناس اختصاص يكون عنده خبره بيها يلا يفوت بيها ويجي يحسب الكميات مالتها، يعني يعطي الشغله الناس عندهم خبره بهذا المجال، لا يروح على فشي واحد ما بيشتغله الا او اول مره يجوز يسبب يعني اخطاء بالمشروع. التخمين التدريجي، هذا التخمين يتم اجراءه عندما يقوم المقاول قلنا قبل شوية بطلب سلفة عن عمل منجز أثناء مدة التنفيذ، ويتم إجراء الذرعة الخاصة بهذا التخمين بشكل تدريجي حسب مراحل تقدم العمل بالمشروع، لذلك سمي بالتخمين التدريجي. يعني هو والمشروع هو جاي يشتغل يعني مو قبل التنفيذ. المقاول يحتاج سلفة يقول له المهندس الذرعة احسب لي ايش قد تم التنفيذ، ايش قد انا نفذت لغاية هذا المكان، وخد قدم لي بيه سلفة. يجي يحسب لغاية مثلا تنفيذ البتلو، يقول له هل قد انت نفذت، وهل قد هاي الكميات مالتك وهاي الاسعار مالتك والكلفه السلفه مالتك راح تصير مبلغها كذا، تروح تستلمها. يستلمها بعدين سلفه ثانيه خلينا نقول للرباط، وبعدين للسقف، وبعدين صب السقف، وبعدين او بعدين جزء الانهاءات سلفه خاصه بها اللي هو اللبخ والبياض والهذا، فيصير جزء جزء يبدي يستلم من عنده كسلف الى ان يتم تنفيذ المشروع بالكامل وتم تنفيذ كل الفقرات الخاصة بالمشروع، ويستلم الكلفة الكلية للمشروع وتنتهي عمل المقاولة. فإحنا لحد الآن هنا محاضرتنا لهذا اليوم، ونستمع إذا واحد عنده أسئلة.